سلام ونعمة لكل مشاهدين قناة سيرة شفيع في كل مكان. النهاردة احنا في كنيسة السيدة العذراء بإباريشية إسنا وأرمنت، وحيكلمنا النهاردة عن القديس العظيم الشفيع القديس يوحنا الجوهري أبونا هارون صموئيل من كنيسة السيدة العذراء. فعلا شفيع وسموه بجوهري، هيقول لنا أبونا هارون ليه سموه بجوهري. بسم الاب والابن الروح القدس الاله الواحد امين. اهلا بحضراتكم في قناة سيرة شفيع، قناة جميلة بتعرفنا سير القديسين، واحنا ككنيسة قبطية ارثوذكسية بنؤمن بشفاعة القديسين، فعشان كده القناة الجميلة دي بتعرفنا كل يوم سيرة قديس جديد، نتعرف على الشهداء والقديسين الموجودين في كنيستنا. اهلا بحضراتكم، احنا في كنيسة الست العذراء في مدينة إسنا، مطرانية أو إبرشية إسنا وأرمنت، محافظة الأقصر. عندنا هنا في كنيسة العذراء مجموعة من رفات القديسين، عندنا شهداء الفيوم وعندنا شهداء أنصنة، عندنا رفات القديس الشهيد يوحنا الجندي الجهري الأشروبي، عندنا كمان رفات القديس العظيم الأنبا متاوس الفخوري، وعندنا كمان رفات الشهيد العظيم أبو سفين. أهلا بحضراتكم مرة تاني. النهاردة بنعمة المسيح هنتعرف مع بعض على قصة شهيد جميل وشهيد عظيم من شهداء كنيستنا، اللي هي الرفات بتاعته الموجودة قدامنا. هو يمكن قديس مش مشهور كتير، يمكن مشهور في محافظة المنيا أكتر عشان هو أصلا من هناك وليه كنيسة في بلده هناك في أشروبة في المنيا في مركز بني مزار. لكن النهاردة بنعمة المسيح نتعرف على الشهيد العظيم القديس يوحنا الجندي الجهري الأشروبي، وحنعرف ليه سموه الجهري وليه سموه الجندي الأشروبي. القديس يوحنا اتولد في قرية أشروبة في مركز البهنسة في بني مزار محافظة المنيا، وأشروبة ما زالت موجودة لغاية دلوقتي بنفس الاسم. تولد من أبوين مسيحيين، والده كان اسمه تواضروس ووالدته كانت اسمها صوفية. ما كانش عندهم أطفال وقعدوا يصلوا كتير عشان ربنا يرزقهم بطفل، ودي الأحداث دي حصلت مع زكريا الكاهن وإليصابات، وحصلت مع أم صموئيل النبي. وبعد صلوات طويلة ظهر الملاك لتواضروس أبو القديس يوحنا وقال له أنت هتنجب طفل مثل الجوهر الثمين، هتنجب طفل. ده الملاك اللي قال لوالده، عشان كده سموه القديس يوحنا إيه؟ الجوهري. أدي معنى كلمة الجوهري. قال له الملاك قال لوالده هتجيب طفل ويكون زي الجوهر السمين. بعد كده أنجبوا طفل وسموه يوحنا، وكانوا بيدعوه بالجهري زي ما الملاك قال. ولما كبر يوحنا أو الشهيد يوحنا الجهري التحق بالجندية، دخل الجيش الروماني. يبقى هنا كده القديس يوحنا الجهري عرفنا سبب تسميته، والجندي عشان دخل إيه؟ الجيش الروماني. تدرج في الجيش الروماني وأصبح قائد 100، يعني بيجي قائد على 100 جندي. وكان من ضمن صفاته اتصف بالشجاعة والقوة والحكمة، صفات جميلة خالص. لما ارتد الامبراطور دقلديانوس، طبعا كلنا عارفين عن المسيحية، أثار الاضطهاد عن المسيحيين، وكان يبعث منشور لكل الولاة في الامبراطورية الرومانية، من ضمنهم منشور وصل لوالي اسمه قلقيانوس اللي هو كان والي البهنسة اللي هي القرية الموجود فيها بلد القديس يوحنا الجندي. فأمر بعوادة الأوثان فقالوا له أنه يوحنا ده مسيحي، فبعت القديس يوحنا عشان يسجد ويبخر للأصنام. وهو قلقيانوس ده كان موجود في اسكندرية، فبعت للقديس يوحنا في اسكندرية، وهو هناك في اسكندرية قال للوالي أرمانيوس، واحنا كلنا يعرف او نعرف
ان الوالي أرمانيوس كان معروف بالقسوة الشديدة بتاعته في تعذيب المسيحيين. يعني يمكن شفنا الشهيد أبانوب برضو اللي عذبه الوالي أرمانيوس، والي أرمانيوس ده بتاع الإسكندرية غير إريانوس اللي هو والي أنسينا. هما الاتنين دول كانوا أكتر اتنين ولاة بيعذبوا المسيحيين بقسوة وبشد. فهو في الإسكندرية قال أرمانيوس، فأخذوا أرمانيوس وعرض عليه. طبعا كانوا يعرضوا عليهم الأول، يوعدوهم أنهم لو بخروا للأصنام حيدوهم مال وجاه وسلطان ومكانة وعظمة، لكن من محبة القديسين في المسيح يسوع كانوا يرفضوا كل الإغراءات دي ويتمسكوا بالإيمان بتاعهم. فرفض طبعا القديس يوحنا أنه يسجد للأصنام، وقف قدام الوالي أرمانيوس بكل شجاعة. زي ما قلت لحضراتكم كان هنا اتصف بثلاث صفات: الشجاعة والقوة والحكمة. بكل شجاعة وقف قدام الوالي أرمانيوس وقال له أنا مسيحي، لا أعبد غير رب وإله يسوع المسيح. كان في آلة أيام الرومان اسمها الهمبازين، ودي كانت آلة صعبة جدا، عاملة زي الدولاب كده، وتخش فيها سيوف من هنا وسيوف من هنا، وتلف السيوف عكس بعضيها، كانوا يحطوا فيها الشهداء. فدخلوا القديس يوحنا في الهمبازين ده، بعد كده وضعوه على سرير ولعوا تحته نار، وبعد كده حطوا مسامير في جسده، بعد كده وضعوه في قار مغلي. عارفين يعني ايه قار مغلي؟ يعني يجيبوا القار ده اللي هو مادة اللي هي زي اللي بيتعمل منها الأسفلت ويغلوها، وحطوه فيها وقلعوا أظافره، ضوافر يديه ورجليه، وحطوا مكانها خل وجير. لكن في كل ده كان يتحمل بصبر وشكر، والرب كان يقويه. طبعا اكيد كانت في تعزيات بتيجي من السماء تعزي الشهداء دول عشان يواصلوا الجهاد ويواصلوا العذابات. وطبعا حدثت معجزات، ربنا كان يؤيد القديسين دول والشهداء بمعجزات كتيرة عشان يأكد ان ايمانهم لكل الناس، ان الايمان المسيحي هو الايمان الصح. من ضمن المعجزات اللي حصلت انه القديس الشهيد يوحنا شفى أرمانيوس نفسه، لما أرمانيوس راح جدف على اسم السيد المسيح فصلى وتم شفاء أرمانيوس الوالي إسكندرية. بعد كده تعب أرمانيوس من تعذيبه، بعته بحراسة مشددة لقلقيانوس الوالي البهنسة، ده كمان راح عذبه عذبات طويلة وشديدة تاني، لكن هو كان ثابت في الإيمان وكان يتحمل بصبر وشكر، الرب كان يشفيه ويعزي. لما تعب من عذابه أمر بقطع رأسه بحد السيف، فنال إكليل الشهادة يوم 3 بابا. يعني احنا بنعيد بعيد استشهاد القديس يوحنا الجندي الجهري يوم 3 بابا من كل سنة، وأمر بقطع رأسه فنال إكليل الشهادة. كان في طبعا احنا عارفين اللي كان بيكتب سير الشهداء كان القديس يوليوس الإقفاسي، وكان معاه 300 غلام يجمعوا أجساد الشهداء ويكتبوا سيرهم. كان واحد من ضمن تلاميذ القديس يوليوس الإقفاسي اسمه ديوجيانيوس، جه مع القديس يوحنا من اسكندرية بعد ما قطعت ركبة القديس يوحنا، أخذوا كفنوا بأكفان غالية ودفنوا بأكرام جزيل، وكتب سيرته عشان تكون منفعة لينا ولكل الأجيال. شوفوا يا حبايبي القديسين قديه كانوا متمسكين بالإيمان، شوفوا القديسين قديه كانوا بيحبوا الرب يسوع، زي ما علمنا الإنجيل قال وناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع. عشان كده ده بيعلمنا أن كنيستنا كنيسة غنية بالشهداء والقديسين اللي حافظوا على الإيمان، عشان كده احنا نتعلم منهم زي ما علمنا الإنجيل كده في رسالة العبرانيين، وقال انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. بركة وشفاعة الشهيد العظيم القديس يوحنا الجندي الجهري الأشروبي تكون معي ومعكم، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.